مصري. لا لا، بتكلم واحد في اتجاه اول شيء بيحط الشك بالنسبه لك، تبدا تتعامل معاه بطريقه زي ما احنا متعاملين هنا، ان بتقول له عاوز اشتري الحاجه ديت، ما بيديلكش الحاجه ديت ما دام انت ضيرت دارك، بيغشك ليه؟ ما فيش حد الصدق ما اصبحش هو السمه السائده بين ابناء الشعب الوطني شعب مصر كامه بتعيش مع بعضها، تراضت ان تعيش في هذه البقعه. انا مش عارف ليه الحكومه بتحاول ان هي تفتت. معلش خليني بس قبل ما انهي اللقاء هنا. نعم. ونحن في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، لأننا جميعا دلوقتي اتفقنا على الدكتور البرادعي، هل ما قام والسؤال للدكتور جاك والدكتور سعيد، الدكتور سعيد أستاذ في القانون، الدكتور جاك أستاذنا في الصيدلة، أوكي؟ أنا دلوقتي عايز أخد رأيكم أنتوا الاثنين كنشطاء وكسياسيين في من اجل مصر. لو انا عايز اعرف هل الدوله ما زالت متحالفه مع الاخوان؟ وما زال هناك زواج عرفي بين الاخوان والسلطه؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، هل ما صدر من الدوله تجاه المرشحين الاقباط والعمل على رسوبهم وطرد الانسانه العظيمه التي طردت من المجلس وعاشت في قلوبنا الأستاذة الأستاذة إيه؟ جورجيت قليني، أوكي؟ سواء أنا بشوف أو يعني أنا مش عارف هل أحداث العمرانية، ما رأيك في تقييم أحداث العمرانية دكتور؟ أنا للأسف الشديد أنا قلت رأيي، بس لقيت في هجوم من البعض على أحداث. أولاً ده أمر كنسي يا اخي، ما يبني اللي عاوز يبني، يبني مسجد، يبني كنيسه. في شيء مهم جدا يجب ان اولا انا راجل مسلم وبعتز بديني، وصديقي الاستاذ نبيل وبعتز بديني ومسجد وعادي جدا، بس احنا في الاول والاخر احنا بننتمي لوطن واحد وهو مصر. ديني داخل بيتي داخل المسجد. دكتور عفيفي نعم اتفضل. احنا هننسى التاريخ، احنا جدودنا واحده، العالم الثانيه دي اللي جت غزتنا ما يعدوش 10% على اقصى تقدير. نعم نعم. 90% ينطقوا، يعني انا جدي كان هو زي كان جدك او اخو جدك. نعم نعم نعم. انا احنا شعب واحد في الاخر، لازم نرجع ونركز على الكلام ده اللي يجمعنا ما يفرقناش. احداث العمرانيه يا دكتوري العزيز يا استاذ نبيل كانت مقدمه بحيث ضباب حوالين جهه معينه عشان يمر هذا الذي مر من الانتخابات. انما يعني هم شايفينها وهي بتنبني وعارفين ان ده هتكون كنيسه والحاجات دي كلها، اشمعنى يعني اتعملت في اللحظه دي؟ عشان يقول لك مسيحي ومسلم، دي من ناحيه ما عرفوش يضربوا كده، لان لما راحوا الاثنين مع بعض بداوا ان هم يتضامنوا مع بعض ضد الحكومه وتظاهروا ضد الحكومه، اعتقلت مجموعه منهم و يعني انا مش عارف ده امر بيخص يخليهم يبني يا اخي كنيسه في مكان فاضي، مين اللي هيروح الكنيسه؟ هل في واحد معقول هيصرف فلوس على مكان ما فيش له رواد؟ هل انا هروح ابني مسجد في مكان ما فيش حد هيرتاده؟ طب لازمته ايه المسجد؟ شيء بديهي من البديهيات ان انت لما بتبني لما بتيجي تتعامل مع سواء اقليه او اكثريه يجب ان تترك هذا الامر زي موضوع الزواج والمحكمة الإدارية اتكلمت على الزواج والتطليق ما بين في ألزمت الكنيسة بالزواج. الكنيسة يا سيدي أنت عندك الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ما للقضاء الإداري قضاء مدني يتدخل في هذا الأمر؟ ما للقضاء المدني يتدخل في هذا الأمر؟ إذا تدخل القضاء في هذا الأمر خاطئ، بيفسده القضاء عندنا. انا بعتز بالقضاء المصري بس ابعد عن السياسة. انا لا اعتز، ابعد عن السياسه، انا لا اعتز بالقضاء المصري واعلنها صراحه، ابعد عن القضاء المصري فاسد. ابعد عن السياسه يا استاذ نبيل وهتلاقي حقك هتاخده. يعني تيجي احداث ناجي حمادي مش مسيسه، احداث العمرانيه مسيسه. طب ما رايك في سقوط الشق الغنائي عن احداث ناجي حمادي النهارده؟ ما انا ما اولا لسه ما شفتش الاحكام، لسه ما قريتش الحكايه. لا سقط الشق الغنائي، سق الاثاره والترصد. والله خلي يبقى في حلقه قادمه لما الحكم يصدر، لان انا راجل قانون لابد اشوف الحيثيات. طيب ماشي، اشوف الحيثيات. ما رايك يا دكتور جاك فيما قاله الدكتور سعيد؟
احنا ما انا عايز اعلق على حته لان دي حته مهمه جدا حضرتك قلتها بتاعت الاخوان والحكومه. اتفضل. هل الاخوان المسلمين مش مخترقين الحكومه المصريه يا استاذ نبيل؟ لا مخترقينها. يعني الرئيس من الاخوان مخترقينها طبعا. طيب يبقى ازاي هيحصل خلاف بين الاثنين؟ اللي بيحصل ان الاخوان المسلمين عشان عاملين احراج دولي للحكومه المصريه وعشان كده حصل انقلاب قصر داخلي جوه الاخوان نفذه اخوان الحكومه. هل تفتكر ان صفوة شريفه من الاخوان مش من الاخوان وزكريا عزمي مش من الاخوان وتعاونهم لك بالاسم؟ لا واستنى استنى استنى. لا اسمه ايه ده فقري شرور؟ قصدي فتحي شرور. الانقلاب ده عشان يتقال ان الاخوان دلوقتي بره المعادله شغل نوع من الشغل الثلاث ورقات. ما زالت الحكومه اخوانيه وبتنفذ اجنده الاخوان. يوم ما القاعده منظمه القاعده قالت هنذبح المسيحيين في مصر. مين اللي نفذ تهديدات القاعده؟ الحكومه. في موقعة العمرانية الحكومة والإخوان في مركب واحد والحكومة بتستغل الضرب بين المسلمين والمسيحيين لمصلحتها عشان تحكم بأي طريقة هتحكم شغل ثلاث ورقات. إنما ما زالت الحكومة حكومة إخوانية بالكامل. عملوا إيه في الاستعراض العسكري بتاع جامعة الأزهر؟ عملوا حاجة؟ لا طبعا. طيب في موضوع العمرانية الأخراني مسجد قام على بعد 10 متر من كنيسة العمرانية ثلاث ادوار وصلوا فيه 5000 بني ادم. انت عارف الامن بقى ماسك ميكروفونات ويقول لهم ايه؟ يقول لهم ما تعملوش ما تتزحموش وانتوا داخلين عشان سلامتكم الشخصية. طب فين يا عم ترخيص المسجد ده؟ مفيش، ما عندوش عمارة. النهارده لما تضرب برصاص الحي المسيحيين عشان عايزين يعملوا كنيسة وتطبطب على المسلمين يبقى في مستويين من العدالة. لا ما بيبقاش مستويين من العدالة يا دكتور جاد. واحد من العدالة في مصر للجميع يا دكتور جاد. مستوية ودولة مدنية يا دكتور جاد. الدين في السياسة ولا سياسة في الدين يا دكتور. المطلب صالح المصريين كلهم وكل دولة عملت قوانين ديمقراطية علمانية وعدالة مع صورة العينين نجحت. احنا دلوقتي في اشد الحاجة للنجاح لان احنا مش لاقيين ناكل. البلد فلست 300 مليار برة والبلد فلست. انا مش عارف دول قاعدين ليه لغاية دلوقتي مستنيين ايه؟ ما خدوا خيرها وخلاص وخلوها اقل من الحديدة. خلاص اللعب بتاع مسلمين ومسيحيين ده خلاص في القرن الحادي والعشرين ما يصحش اصلا يتعمل. انا عن نفسي جديد انه ساكت على اللي بيحصل ده. انا عن نفسي لو زعيم من الاخوان لما تحصل حاجه ضد الاقباط اطلع الاخوان يكسروا الحكومه ويتحالفوا مع الاقباط عشان ابطط الموضوع ده خالص. اما فيما قلت يا دكتور جاد ان هم بيتطبعوا على المسلمين وبيقبضوا على المسيحيين ده في وكيل العداله. لا ده انعدام للعداله. اي انعدام للعداله الاجتماعيه. الدولة المصرية تنعدم فيها العدالة القانونية والأخاء الاجتماعي خصوصا ضد الأقباط. وإن كانت هذه الحلقة ليست الأقباط طبقوش عليهم إلا قانون المصاصب. قانون المصاصب وقانون الغابة هو ده اللي بيطبق. معلش يا دكتور مش هنتكلم عن الأقباط عشان موضوع الأقباط كبير وهنتكلم فيه في أوقات تانية. ما زلنا إحنا بنتكلم عن المهزلة السياسية او العبث السياسي اللي حدث في المشهد الاخير في انتخابات مجلس الشعب او الانتخابات البرلمانيه. هو التزوير ده كان القشه اللي المفروض تقصر ظهر البعير. ليه؟ لان تم بطريقه متبجحه تماما عيني عينك. اتصور الكلام ده كله اتصور وطلع على اليوتيوب ومع ذلك يطلع الرئيس ويطلعوا المسؤولين يقولوا لا ده الانتخابات كانت نزيهه والتجاوزات عاديه بتحدث في كل مكان. طب ان المجلس ده غير شرعي سواء بطريقه انتخابه او بالناس اللي اتكونت فيه. في واحد نواب كانوا عارفين نواب الراقصات ونواب النقوط ونواب المخدرات ونواب وزاد عليهم دلوقتي نواب
عندهم ملفات عن سيء السمعه. واحد كان متهم، مش عايز اقول اسمه، كان متهم في قضيه كانت مع ابو غزاله ونجح في الانتخابات، والمرشح اللي قصاده اعترض وقال ان في ملف ليه في الحكومه، في تحقيق حصل معاه، قالوا له لا 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 انسى ما حصلش، والكلام كان في الجرايد كلها يعني. وابعد عبد الحليم ابو غزاله اعتقد من مصر خالص في الوقت ده. الراجل اللي كان معاه ده انا مش عايز اقول اسمه بس نجح وبقى عضو مجلس الشعب النهارده. طب ما تقولش اسمه ليه؟ ما هو مش بقى عضو مجلس الشعب. اي طب ما تقولش اسمه ليه؟ اسمه فادي الحبشي. يا اهلا وسهلا. اللواء فادي الحبشي.